البارشال جي باي بارشال دبليو اللي هي دي. نحسبها ازاي؟ هي اصلا الجي عبارة عن ايه؟ الجي عبارة عن نص في السميشن من كيب واحد لحد الان في السميشن من كيب واحد لحد الاو في الواي كي ناقص الواي هات كي. طبعا ده للنقطة دي الكلام ده لكل تربيع، يبقى ده اللي هو الواي كي ناقص الواي هات، ده الجي. طبعا الجي الواي دي اللي هي الاكسبكتد اوتبوت، الواي هات اللي هي اللي هنا احنا حسبناها قبل كده هي عباره عن الاكتيفيشن فانكشن لمين؟ للنت. يعني لو قلنا واي كي هتبقى دي للنت كي. طيب والنت كي عباره عن ايه؟ عباره عن السبميشن بتاع حاصل ضرب الزد في الدبليو. انا هكتبها في شكل الفيكتورايزد فورم، هتبقى عباره عن الزد في الدبليو ترانسبوز، ده اللي هو النت كي. دي اللي تشين بتاعتي. هو انا عايز احسب بقى ايه؟ عايز احسب البارشال جي باي بارشال دبليو اللي هي قدامنا دي، عايز احسب بارشال جي باي بارشال دبليو. طيب تعالوا نشوف البارشال جي باي بارشال دبليو هتساوي ايه. هي هتساوي البارشال جي باي بارشال واي هات في البارشال واي هات بالنسبه للبارشال دبليو، تمام. وعلشان ابقى محدد اكتر فانا هتعامل مع دبليو واحد ثلاثة من دبليو، فانا هعملها الاول على ويت معين وبعد كده هعممها لكل الويت. فالويت ده عشان اوصل له هوصل له من خلال الواي واحد بس. فالبارشال جي باي بارشال دبليو واحد ثلاثة هي عباره عن البارشال جي باي بارشال واي واحد بس. انا ماشي في التشين بتاعتي، فانا ببدا من الواي واحد وبعد كده من واي واحد المفروض اوصل لمين؟ للدبليو واحد ثلاثة. ده هيبقى في البارشال واي واحد باي بارشال دبليو واحد ثلاثة. فدول التو بارشال ديريفيتيفز اللي انا عايز احسبهم. طب تعالوا نبدا الاول بالبارشال جي باي بارشال واي واحد. هي عباره عن ايه؟ الجي بتساوي النص طبعا للسميشن من تيب واحد لحد الان. فانا للتسهيل انا هفترض ان انا عندي نقطه واحده بس، فالسميشن من تيب واحد لحد الان هعمله في السميشن من الاوب واحد لحد الكي. يعني عباره عن ايه؟ لكل الاوبس هتبقى الواي واحد ناقص الواي واحد هات لكل تربيع زائد الواي اتنين ناقص الواي اتنين هات لكل تربيع. طبعا لو عندي اكتر من اوبس هيبقى سميشن كل الاوبس. فانا عايز الجي بدلاله مين؟ الواي واحد. وعايز معادلة للواي واحد بدلالة الأوميجا واحد تلاتة. الواي واحد بتساوي كام بقى؟ أو الواي واحد هات. الواي واحد هات اهي، هي عبارة عن الإف للنت بتاعتها اللي هي عبارة عن زد واحد أوميجا واحد واحد زائد زد اتنين أوميجا واحد اتنين زائد زد تلاتة أوميجا واحد تلاتة زائد زد أربعة أوميجا واحد أربعة. يبقى دول المعادلتين بتوعي. انا كتبت المعادلات بشكل مفصل على الكيس ستادي اللي قدامي بس عشان اعرف اثبت القانون، وبعد كده هنعمم الكلام ده. طيب البارشال جي باي بارشال واي واحد، عايز افضل الجي بالنسبه للواي واحد هات، مش بارشال جي باي بارشال ايه واي واحد هات اللي هي دي، هتبقى عباره عن ايه؟ النص هينزل زي ما هو، نفتح قوس، هفضل الحته دي بالنسبه للواي واحد هات، فهي مشتقه الداله التربيعيه اللي هي 2 في واي واحد ناقص الواي واحد هات. فمشتقة اللي جوه الدالة التربيعية اللي هو كام؟ تفاضل الواي واحد هات بالنسبة للواي واحد هات بسالب واحد زائد مشتقة القوس اللي هنا هو عبارة عن اتنين في واي اتنين ناقص واي اتنين هات. فمشتقة اللي جوه القوس بالنسبة لمين؟ بالنسبة لواي واحد هات. هي دي دالة في واي واحد هات؟ لا، ده دي كلها كأنها ثوابت، ده دي واي اتنين وواي اتنين هات، فمضروبه في صفر. يعني نقدر نقول البارشال جي باي بارشال واي واحد هات هي عباره عن ايه؟ الترم ده كله بصفر، فما عادش عندي غير حد واحد، والاثنين دي هتروح مع النص، فهيتبقى لي سالب الواي واحد ناقص الواي واحد هات، ودي اول بارشال ديريفيتيف. يبقى البارشال جي
باي بارشال واي واحد هات بتساوي واي واحد ناقص الواي واحد هات طبعا بالسالب. يبقى انا حسبت اول واحده. طيب تاني واحده عايزين نحسب البارشال واي واحد هات بالنسبه للبارشال اوميجا واحد ثلاثه، هتساوي ايه؟ ادي الواي واحد هات عايز افضلها بالنسبه للاوميجا واحد ثلاثه. عشان اوصل للي جوه لازم افاضل الاكتيفيشن فانكشن الاول، فدي هتساوي ايه؟ هتساوي الاف داش اوف النت، دي كلها النت كام؟ النت بتاعه الاوتبوت الاول، لان دي كلها اللي جوه ده اهي هي عباره عن نت واحد، الواي واحد ليها النت واحد، يبقى الاف داش اوف نت واحد. يبقى انا كده فضلت الاكتيفيشن فانكشن في التفاضل اللي جوه الاكتيفيشن فانكشن. مين اللي جوه الاكتيفيشن فانكشن دول؟ لما اجي افضل الكلام ده بالنسبه لاوميجا 1 3 هيساوي كام؟ الزد 3 والباقي صفار، فدي هتبقى مضروبه في زد 3. يبقى انا كده حسبت المشتقه الثانيه. القانون النهائي هيبقى عباره عن ايه؟ ان انا هضرب الاثنين دول في بعض. يبقى انا كده جبت البارشال جي باي بارشال اوميجا 1 3، يبقى انا كده جبت الابديت بتاع الجزء ده. يبقى تعالوا بقى نحسب بقى القاعده النهائيه. دي الاف داش اوف نت في الزد 3 هي دي، هضربها في كام بقى؟ في الواي 1 ناقص الواي 1 هات، الكلام ده مضروب في اشاره سالبه، ده هو مين؟ البارشال جي باي بارشال اوميجا 1 3. احنا عايزين نعمم الكلام ده بقى لاي انبوت لاي اوتبوت. هي دي البارشال جي طيب بارشال اوميجا 1 3 قلنا انها بتساوي ايه؟ بتساوي سالب الواي 1 ناقص الواي 1 هات في الاف داش اوف نت 1 في الزد 3. طيب نركز بقى كده، هو 1 ده اللي هو رقم مين؟ 1 ده اللي هو رقم الاوتبوت، وده اللي هو رقم مين؟ رقم الانبوت بتاع اللاير، ما هي دي 1 3 زد 3 في واي 1 هات. يبقى الوحايد ده اهي دي خاصه بمين؟ بالاوتبوت، والثلاثه دي خاصه بمين؟ بالانبوت. يعني لو قلنا البارشال جي باي بارشال اوميجا، انا مسمي الليبلز ايه بقى؟ ده كي وده جي، فتبقى كي جي اوتبوت انبوت بتساوي سالب الواي كي ناقص الواي هات كي في الاف داش اوف نت كي في زد ايه بقى؟ في زد جي اللي هو الانبوت. يبقى هي دي الابديت رول بتاعت مين؟ اللاير الاخيره اللاست لاير. متعمد اسيب النيورال نتورك قدامكم علشان بس يعني لو حد نسى دايمنشن تبقى الدنيا قدامه. طب انا عايز اعمم ده مش لل WIJ بس، انا عايزها لكل ال W's اللي موجوده دي. هعملها ازاي؟ نرجع نفتكر تاني، هي ال W مصفوفه كام في كام؟ وفي H. طب وال Y مصفوفه كام في كام؟ ال Y hat او ال Y N في O، ودي برضو N في O. ما هو ده ال expected output وده ال actual output. يعني لو انا عايز احسب الجريدينت بتاع الجي بالنسبه للدبليو اللي هو البارشال ديريفيتيف الكليه، المفروض ده يبقى كام في كام؟ او في اتش بنفس ابعاد الدبليو. جميل. طيب الواي ناقص الواي هات هي كام في كام؟ هي عباره عن ان في او، والاف داش اوف نت كي هي المفروض نفس ابعاد الواي هات. ما احنا قلنا ان دي هنسميها نت ودي نت ستار، فالنت هي هياها الفرق ما بينها وما بين الواي ايه؟ ان انا بعوض بيها في الاكتيفيشن فانكشن، وبالتالي التفاضل بتاعها هو هو برضه، فدي كام برضه؟ دي ان في او. طب ازاي اضرب ان في او في ان في او؟ دي هتبقى element wise multiplication. يعني ايه؟ يعني مثلا لو الدايمنشن ده عباره عن او عندي فيكتور 1 2 3 4 5 6 وده 7 8 9 10 11 12، لو انا قلت عايز اضرب الاثنين دول element wise
يعني هضرب ده في ده وده في ده، والثلاثة دي تضرب في التسعة، والاربعة تضرب في العشر، والخمسة تضرب في الحداشر، والستة تضرب في الاتناشر، فهيطلع لي مصفوفة بنفس الدايمنشنز. ده المقصود ان هي element wise، لان ده الواي وده الاكتيفيشن فانكشن بتاعتها، بس يعني متفضلة، فهضرب الاثنين دول في بعض element wise، فالاثنين دول حاجة واحدة هيتضربوا في بعض element wise، مش dot product اللي هو صف في عمود صف في عمود. تمام؟ يبقى ده بالنسبة لعملية الضرب اللي هنا اللي هي الواي والاف ده شفناه. فدول ان في او. طب المصفوفة الزد كام في كام؟ الزد اهي، واحنا قلنا الزد اللي هي الهيدن عبارة عن ان في اتش، يبقى الزد دي كام في كام؟ الزد دي عبارة عن ان في اتش. طيب انا عايز يبقى انا عندي حاجة ان في او في ان في اتش، وانا عايز الخارج يبقى كام في كام؟ او في اتش. يبقى الجزء ده هنعمل له ترانسبوز ونضربه في الزد، يبقى عباره عن مصفوفه سالب الواي ناقص الواي هات مضروبه في الاف داش وفي النت. دول كلهم كام في كام؟ عباره عن ان في او. دي الدايمنشنز بتاعتي اللي هي نفس الدايمنشنز بتاعت الاوتبوت اللي هو ان في او. لو خدت لها ترانسبوز هتبقى كام في كام؟ هتبقى عباره عن او في ان، هضربها في الزد، الزد دي اللي هي كام في كام؟ ان في اتش. يبقى حاصل ضرب الاو في الان في الان في الاتش يطلع لي او في اتش. يبقى دي الابديت رول بتاعت مين؟ بتاعت اللاست لاير، بس لكل النقط لكل الدايمنشنز كده. انا عممتها بقى خلاص لكل النقط لكله، بس انا هنا افترضت ان انا عندي نقطه واحده بس، هنا عممتها لكل النقط. ملحوظة صغيرة، الترم ده بيسموه الايرور بتاع اللاست لاير اللي هو الواي ناقص الواي هات في الاف ده شفناه. الترم ده على بعضه هو بيسموه الايرور بتاع اللاست لاير. يبقى ده اول قانون اثبتناه للويتس بتاعت اخر لاير. المطلوب بقى ايه التاني؟ وده بقى لكل الهيدن لايرز اللي جايه، ان اجيب الابديت رول او البارشال جي باي بارشال في. احنا دلوقتي عايزين نحسب البارشال جي باي بارشال في، ان دي هتبقى عباره عن ايه؟ اللوز بتاعي هيبقى عباره عن الواي واحد، ودول هيتطرحوا من بعض يطلع لي اللوز الاولاني، وده الواي واحد الواي اتنين ناقص الواي اتنين هات يطلع لي اللوز التاني. اللوز فانكشن هي عباره عن مين؟ عباره عن السمشن بتاع كل اللوسز دي. البارشال جي باي بارشال في، تعالوا ناخد كيس ستادي كده، ان انا عايز ابديت الويت ده اهو الفي 2 3 دي المفروض جي. عشان اجيب البارشال جي باي بارشال في 2 3 فانا عايز اوصل من الفي 2 3 لحد الجي. الفي 2 3 هوصل لها ازاي؟ من خلال، او هي داخله على مين؟ داخله على زد 2، فهوصل الفي 2 3 من خلال زد 2. ماليش دعوه بزد واحد ولا زد ثلاثه ولا زد اربعه. طب الزد اتنين علاقتها ايه باللايرز اللي بعدها؟ هي داخله على واي واحد، وكمان داخله على فكره على مين؟ على واي اتنين. دي اسمها دبليو واحد اتنين، ودي اسمها دبليو اتنين اتنين. يبقى الزد اتنين ليها مسارين، مسار من خلال الواي واحد هات، ومسار تاني من خلال الواي اتنين هات. والواي واحد هات هي طبعا داله في الجي دايركت، والواي اتنين هات داله في الجي دايركت الصوره دي. فالبارشال جي باي بارشال في 2 3، قلنا الجي عشان اوصل ليها الفي 2 3 في عندي مسارين، مسار من خلال واي واحد، واي واحد زد 2 في 2 3، ومسار ثاني اللي هو واي 2 هات زد 2 في 2 3. فالمسار الاولاني هقول بارشال جي باي بارشال واي واحد هات في البارشال واي واحد هات بالنسبه لزد 2، في البارشال زد 2 اللي هي دي باي بارشال في 2 3 اللي احنا عايزينها. طبعا ده المسار الاولاني زائد المسار الثاني البارشال جي باي بارشال واي 2 هات
في البارشال واي 2 هات باي بارشال زد 2، في البارشال زد 2 باي بارشال في 2 3. يبقى دي البارشال ديريفاتيف بالنسبه لجي لل 2 3، دي اللي تشين رول بتاعتي. طيب علشان نعمم الكلام ده، هو لو انا عندي اوتبوت ثالث، هي مش كانت الزد 2 هتدخل للاوتبوت ده برضو؟ فكان ساعتها هيبقى عندي كام مسار؟ هيبقى عندي ثلاث مسارات. طب لو كان عندي اوتبوت رابع، نيورون رابع هنا، كانت الزد 2 هتدخل عليه برضو، فيبقى عندي اربع مسارات عشان اوصل لمين؟ للفي 2 3. طب بشكل جنرال بقى عشان نعمم البارشال ديريفاتيف دي، علشان برضو ما نخشش في ايه، طب لو انا عندي 2 اوتبوت، طب لو 3 اوتبوت، نرجع نثبت القانون تاني. لا احنا عايزين قانون جنرال. عندي حدين علشان في 2 اوتبوت، هيبقى عندي 3 حدود لو 3 اوتبوت. يبقى اذا انا عندي حدود مجموعه بتعتمد من الكيب، يعني بتبدا من الكيب 1 لحد الاو. انا مدي الايتريتور بتاعي مثبته على انه كي لحد ما اوصل للاو اللي هم عدد الاوتس. في البارشال جي بقى باي بارشال واي كي هات، مره بقى كي 1 2 3 لحد ما اخلص الاوتس. في البارشال واي هات كي باي بارشال مين؟ الزد 2. في البارشال زد 2 باي بارشال اوميجا 2 3. يبقى هي دي البارشال جي باي بارشال في 2 3. بس لو انا عندي اي عدد من الاوتبوتس في البارشال في 2 3، هنلاحظ ان البارشال زد 2 باي بارشال في 2 3 اللي هو الجزء الاخير ده مش معتمد اصلا على الكي، ملوش دعوه لان دي في الاوتبوت لاير. فعشان كده الحته ده هي كلها على بعض ممكن اجيب لها السمشن وبعد كده اضربها في الحته دي، اكن بالظبط خدت ده عامل مشترك من القانون وجمعت دول الاول. هي هي. طب هنا اعملها ازاي في ستيريس فورم؟ ان دي مش معتمده على كي، دي فيها واي كي، دي واي كي، واي هات كي، فدول معتمدين على كي، فعشان كده هم جوه السمشن. فممكن احسب السمشن ده الاول والحاجات اللي مش معتمده على السمشن اطلعها بره، لان السمشن ده بيزد على الايتريتور كي. دورنا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحسب الثلاثه بارشال ديريفاتيفز دول، بدل ما كانوا سته فانا هحسب بس مين؟ ثلاثه. نكتب المعادلات. تعالوا نحسب دي الاول، الزد 2 بالنسبه للفي 2 3. دي اللي هي الزد 2. دي هتدخل على الواي 1 هات. ودي الواي 2 هات. ده بس يعني ايه بشكل مختصر كده. وقلنا الاكس دي عباره عن ان في ام، الدبليو دي هنسميها زد عباره عن ان في اتش، والواي هات عباره عن ان في او، والدبليو دي عباره عن اتش في الام، والفي او الفي ده اهي عباره عن اتش في ام، والدبليو عباره عن الاوتبوت في الانبوت اللي هو او في الاتش اللي هو عدد الهيدنز اللي هنا. ده بس النيورال نتورك عشان تبقى قدامنا. عايز احسب البارشال جي او البارشال زد 2 باي بارشال في 2 3، دي اللي انا عايز احسبها. الزد 2 اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي الاف اوف النت ستار. احنا قلنا سمينا دي النت ستار ودي النت. فالنت ستار دي اللي هي عباره عن الاكس 1 في الفي 2 1 زائد اكس 2 في الفي 2 2 زائد الاكس 3 في الفي 2 3. فلما اجي افاضل الزد 2 بالنسبه للفي 2 3 هتساوي تفاضل مين بقى؟ الاف ده شوف نت ستار او الاف دوت اوف نت ستار. نفاضل الاكتيفيشن فانكشن الاول. طبعا دي للزد 2 تبقى دي نت 2 ودي نت 2. في التفاضل النت ستار اللي هو ده اهو بالنسبه للفي 2 3، طبعا دي صفر دي صفر هتساوي كام؟ اكس 3، لان لما فاضل دي بالنسبه للفي 2 3 هيتبقى الاكس 3. اداه
البارشال ديريفاتيف بتاع الزد 2 بالنسبه لفي 2 3. طب الخطوه اللي بعدها عايزين نحسب البارشال ديريفاتيف اللي هي دي بس اللي هي بدلاله الكي واي هات كي بالنسبه للزد 2 دي بتساوي ايه؟ تعالوا نشوف الواي هات كي هي عباره عن مين؟ هي دي الواي هات اهي. الواي 1 او الواي 2 او ايا كان هي قيمتها ايه؟ مش هي عباره عن الاكتيفيشن فانكشن للنت؟ يعني هتبقى الاف للنت كي. يعني النت 1 لما اعوض في الاكتيفيشن فانكشن تجيب لي الواي 1، النت 2 اعوض في الاكتيفيشن فانكشن تجيب لي الواي 2. طب لو انا والنت كي بقى دي اللي عباره عن مين؟ اللي هي هنا عباره عن حاصل ضرب الزد في الدبليو اللي هي عباره عن الاوميجا كي 1 في الزد 1 زائد الاوميجا كي 2 زد 2 زائد الاوميجا كي 3 زد 3 زائد الاوميجا كي 4 زد 4. طبعا الكي ده رقم الاوت. طب تعالوا نجيب البارشال ديريفاتيف بقى بارشال واي هات كي بالنسبه للزد 2. لازم الاول افاضل الاكتيفيشن فانكشن هتبقى الاف داش اوف نت كي. يعني لو بفاضل بالواي هات كي تبقى الاف داش اوف نت كي في التفاضل اللي جوه اللي هي بتاعت النت بالنسبه لزد 2. التفاضل دي بالنسبه لزد 2 يتبقى مين؟ ده صفر ده صفر ده صفر، هيتبقى الاوميجا كي 2 يبقى ده هتتضرب في الاوميجا كي 2 وهي دي البارشال ديريفاتيف لمين؟ بالنسبه الواي هات كي بالنسبه لزد 2 ودي تاني بارشال ديريفاتيف معايا. طيب كويس جدا. اخر واحده اللي هي دي البارشال جي باي بارشال واي كي. البارشال جي باي بارشال واي هات كي هي الجي اصلا بتساوي ايه؟ الجي بتساوي نص الواي واحد ناقص الواي واحد هات الكل التربيع بتاع الاوت الاولاني زائد الواي 2 ناقص الواي 2 هات الكل تربيع للاوتبوت الثاني طبعا بعدد الاوتبوتس بقى، يعني زائد الواي 3 ناقص الواي 3 هات الكل تربيع. طبعا انا عندي 2 اوتبوت بس فهي دي الجي. فانا عايز اجيب البارشال جي باي بارشال واي كي واي هات كي. طيب تعالوا نجيب الاول البارشال جي باي بارشال واي هات 1، يعني هشتغل على الواي واحد الاول اللي هي دي. تعالوا نفاضل الكلام ده، النص هيطلع بره. مشتقة القوس التربيعي هيبقى 2 في واي واحد ناقص الواي واحد هات. في مشتقة اللي جوه القوس بالنسبة للواي واحد هات فده صفر، ده هيبقى سالب واحد. زائد مشتقة القوس اللي هو ده هيبقى 2 في واي 2 ناقص واي 2 هات. في مشتقة اللي جوه قوس بالنسبة للواي 2 هات أو للواي 1 هات هي أصلاً ما فيهاش واي 1 هات فهتبقى بصفر، فده هيتضرب في صفر، ولو عندي أي ترمات تانية هتبقى بصفر. يعني ده أكنه مش موجود. والسالب 1 ده نقدر نطلعه بره والاتنين تروح مع النص. يعني هتبقى سالب الواي 1 ناقص الواي 1 هات. يبقى ده البارشال جي باي بارشال واي 1. بالمثل انا خلي بالكم بقى انا هحسب للكله من كي بواحد لحد الاو، فانا محتاج كمان البارشال جي باي بارشال واي 2 هات. هتبقى سالب الواي 2 ناقص الواي 2 هات. طيب البارشال جي باي بارشال واي كي هات هتساوي ايه بقى؟ بشكل عام هي سالب الواي كي ناقص الواي كي هات. ودي البارشال ديريفاتيف دي. يبقى احنا كده جبنا الثلاثه بارشال ديريفاتيفز ومحتاجين نضربهم في بعض عشان نطلع الابديت رول النهائيه. البارشال جي باي بارشال واي كي طبعا السمشن ده هينزل زي ما هو، هيبقى سمشن من كي بواحد لحد الاو. طبعا في سمشن تاني من تي بواحد لحد الان لكل نقط، بس انا افترضت ان انا عندي نقطه واحده وبعد كده هعممها كمان شويه. دي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سالب
الواي كي ناقص الواي كي هات دي اللي احنا اثبتناها. طيب تفاضل الواي كي هات بالنسبه للزد 2 دي برضو كنا اثبتناها، هي عباره عن الاف داش اوف نت كي دي ده من القانون مضروبه في ال W K 2 ده احنا اثبتنا دي. تفاضل ال Z 2 بالنسبه ل V 2 3 هتساوي ايه؟ هتساوي ال F داش اوف نت بس نت ستار 2 في ال X 3 دي برضو كنا اثبتناها ده اول قانون. طبعا هنلاحظ ان دي نت 2 واكس 3 ملهاش علاقه بالكي خالص، فاحنا ممكن السمشن ده يتحسب لوحده الاول وبعد كده يتضرب في دي وبعدها في الاكس والدايمنشنز بتاعتها. طيب ده اصلا البارشال ايه بالنسبه لايه؟ البارشال جي بالنسبه لفي 2 3 مين هنا اللي معتمد على الاثنين والثلاثه؟ او الاول مين هي الاثنين ومين هي الثلاثه؟ الاثنين ده هو رقم الهيدن تمام، والثلاثه دي هي رقم مين؟ رقم الانبوت نفسه. الاكس ده اللي هو الاكس مثلا 3 وده الفي 2 اللي هو تبع الزد 2 واحنا شغالين على الفي 2 3 فهم الاول معتمدين على الزد 2 والاكس 3 فده الاثنين وده الثلاثه. مين في القانون هنا معتمد على الاثنين والثلاثه؟ دي الثلاثه يبقى ده الانبوت يبقى دي الاكس 3. طيب مين معتمد على الهيدن اللي هو الزد 2؟ ادي الاثنين اللي هي الاف داش اوف نت ستار 2 للنت 2 والدبليو كي 2 معتمده برضو على الهيدن. الكي دي هل هتفرق لما اجيب البارشال جي باي بارشال في 1 2 ولا في 2 3 ولا في 4 6 ايا كان الفي اللي انا بجيبها؟ لا. ليه بقى؟ لان الكي دي انا كده كده هعدي من الكي بواحد لحد الاو فهي معتمده على كل الاوتس، انا كده كده هعدي على كل الاوتس. يبقى اذا هو اللي هيتغير بس ده اهي دي اللي هتفرق معايا ودول. انما دول كده كده هيتعاملوا الكل. تمام؟ طب تعالوا بقى نقول بشكل جنرال، لو انا قلت دي الاثنين دي خليتها الهيدن احنا بنرمز له برمز ايه؟ اي جي كي دي جي. فلو خليت الاثنين دي عباره عن جي فانا هشيل الاثنين دي واخليها جي واشيل الاثنين ده واخليها جي. تمام؟ طيب التلاته ده رقم الانبوت، الانبوت احنا مسمينه اي ده الايتريتور بتاعه. فهشيل التلاته واحط مين؟ واحط الاي. طبعا كده انا خليت القانون جنرال للبارشال جي باي بارشال جي اي لكل الويتس بقى ايا كان الكومباينيشن ما بينهم. فيبقى بقى السمشن من كي بواحد لحد الاو في الواي كي كلها بقت رموز دلوقتي، ما بقتش الحاله محدده. طبعا الفرض بتاعي كان على اساس انه نقطه واحده، فالمفروض الكلام ده هيبقى في السمشن من تي بواحد لحد الان، وكل دي بقى تبقى واي كي تي تي كل في تيهات كتير هتتحط هنا بقى، كل القانون ده هيبقى تي باستثناء طبعا دبليو كي جي هتبقى مش معتمده على رقم النقطه. يبقى ده بقى القانون النهائي للبارشال جي باي بارشال في جي اي. طيب بس احنا مش الشكل ده احنا مش عايزينه، احنا عايزين نعمل فيكتورايزيشن ليه. نرجع للدايمنشنز تاني هكتبهم هنا بقى. ادي الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 كنا قلنا الاكس عباره عن كام في كام؟ عباره عن ان في ام ودي مصفوفه الويتس دي طبعا الزد 1 زد 2 لحد الزد 4. الزد كام في كام؟ عباره عن ان في اتش والاتش ده هو عدد الهيدنز. تمام؟ طيب عدد الاوتبوتس اللي هي الاو 1 او الواي 1 هات والواي 2 هات عدد دول هيبقوا مين؟ الواي 1 او الواي هات عباره عن ان في عدد الاوتبوتس اللي هي 2 اللي هي احنا قلنا هتبقى او. في ما بين الاثنين دول مصفوفة الفي. الفي عبارة عن الان في الاو يعني عدد الاوتبوتس في الانبوتس. الاوتبوتس هنا هم اتش والانبوتس هنا هم ام فدي هتبقى في اتش ام. طيب في النص هنا مصفوفة الدبليو
كام في كام؟ هي الاوتبوت في الانبوت، يعني هتبقى الاو في كام؟ في اتش. طبعا الفي اتش في ام، فالبارشال جي باي بارشال في او الجريديانت بتاعها برضو هيبقى اتش في ام، لان ما هو ده القيمه اللي هتتجمع على الفيكتور ده، فلازم يبقى نفس الدايمنشن. يبقى الجريديانت اللي هو بتاع الجي بالنسبه للفي ده كام في كام؟ ده يبقى عباره عن اتش في ام. جميل، بيساوي طبعا احنا بنشيل السمشنز وبنعمل فيكتورايزيشن دلوقتي، سالب دي هتنزل زي ما هي، الواي كي ناقص الواي، هي الوايات كام في كام؟ ما هي الواي نفس الدايمنشنز بتاعه الواي هات، والواي اصلا هات كام في كام؟ عباره عن ان في او، يبقى ده اهي ان في او لما اجي احولها لفيكتور. طب الاف ده شوف نت كي، كي هي نفس الدايمنشنز بتاعه الاف اوف نت كي لما عدى على الاكتيفيشن فانكشن، هي هيها نفس الدايمنشنز بتاعه مين؟ الاف داش اوف نت كي. ما هو التفاضل لما فاضل الاف داش هي نفس الدايمنشنز، ما انا بفاضل كل عنصر، يبقى كل دول كام في كام؟ ودي كمان نفس الدايمنشنز بتاعه الواي هات، يعني دي برضو ان في او، والاثنين دول هيتضربوا element وايز. يعني ايه؟ دي اللي هي نفس بتاعه القانون اللي فات على فكره، هضرب الايرور في التفاضل بتاعه، يعني دي ان في او ودي ان في او، فهضرب العناصر المتناظره مع بعض، الدايمنشنز مش هتتغير، فنقدر نعتبر دول كلهم على بعض حته واحده الدايمنشنز بتاعتها ان في او. يعني من الاخر هطرح الواي ناقص الواي هات واضربها في التفاضل المناظر ليها. طيب الويت بقى، احنا بقى مش عايزين، احنا قلنا الويت للكي، احنا عايزين بقى لكل الكيهات في الجي في كل النقط، احنا عايزين بقى نحسب كله. دي هتبقى كام في كام مصفوفه الويت دي؟ مصفوفة الويت هي اوف اتش، فالدبليو دي هتبقى او في اتش. طيب لما اجي اضرب ان في او في اوف اتش دي هتطلع كام؟ هتبقى ان في اتش. الاف داش او الاف دوت للنت ستار جي، مين النت ستار؟ ما هي النت ستار هي دي ودي النت، كاتباك ودي النت اللي هي ده اقصد اخر لاير، نت ستار اللي هي اللاير الهيدن. طيب هي دي ابعادها كام؟ ما هي هتبقى نفس الابعاد بتاعت الزد، يعني هتبقى ان في اتش. طيب احنا قلنا الاكس اي، لا انا عايز احسب بقى لكل الاكسات لكل الجهات، احنا بنعمم، فمصفوفه الاكس بقى لما تبقى فيكتور الاكس كام في كام؟ ان في ام. جميل، بقى عندي بقى كام حاجه، خلاص كده انا عرفت الدايمنشنز، انا عايز اظبط بقى الترتيب بتاعهم بحيث يبقى الناتج النهائي اتش في ام، دي كلها على بعض ان في اتش، خلي بالكم دي برضو كام في كام؟ ان في اتش، دي هتتضرب في ده element wise. يعني ايه element wise؟ يعني بمسك العناصر المتناظره واضربهم في بعض، والمقدار ده هو كله اللي هيطلع هيبقى كام في كام؟ هيبقى ان في اتش، وده بيسموه الهيدن ايرور. الناتج ده كله على بعضه هو الهيدن ايرور، مضروب في مين بقى؟ في الانبوت اللي هو كام في كام؟ ان في ام. طب انا عندي حاجه ان في اتش مضروبه في ان في ام، لو انا خدت الايرور ترانسبوز او التوت الحته دي كلها على بعض ترانسبوز، هتبقى عباره عن اتش في ان. اتش في ان لما تتضرب في ان في ام، يعني اتش في ان لما تتضرب في ان في ام هتبقى اتش في ام اللي هو نفس الدايمنشن ده. يبقى انا كده ظبطت الماتريسيز. تعالوا نكتب بقى الماتريكس فورم بتاعتها بعد ما ظبطنا الدايمنشنز ونشوف هتبقى عامله ازاي. دي بقى هتبقى عباره عن ايه؟ عن سالب الواي كي ناقص الواي هات كي، هتبقى الواي ناقص الواي هات. خلاص بقى ما عدتش معتمد على كي هات ولا جي هات ولا الكلام ده، انا بجيب كل النقط مع بعض، ولا حتى هيبقى فيه تي والكلام ده كله. دي قلنا ابعادها كام في كام؟ دي ان في او. تتضرب يعني قبل حتى ما اضربهم احسب الاف ده شوف نت معاهم، برضو دي ان في او.
دي كلها على بعض N في O. طيب هتتضرب في الويت ماتريكس اللي هي كام في كام؟ O في H. حاصل ضرب الاثنين دول في بعض N في O. O في H يدي لي N في H. طيب جميل. الاف ده شوف نت كي اوف نت ستار اللي هي الاف دوت اوف نت ستار دي النت ستار كلها والدايمنشنز بتاعتها ايه؟ هتبقى ان في اتش. هتتضرب في ده قلنا element wise الناتج النهائي هيبقى كام في كام؟ برضو ان في اتش. طيب جميل. الاكس دي هتنزل كمصفوفه N في M. عشان حاصل الضرب بقى ده يتظبط الحتة ده هي كلها على بعض هيتجاب لها الترانسبوز عشان تبقى H في N وتتضرب دوت برودكت مع مين؟ مع X اللي هي N في M. وقلنا ده هي كلها على بعض اللي هو اللي معمولها ترانسبوز ده بيسموه الهيدن ايرور. ده الجريدينت بتاع البارشال جي بالبارشال في. طيب الجريدينت بتاع الجي بالنسبه للدبليو بتاع اللاست لاير ده كام في كام؟ ده عباره عن او في اتش الاوتبوتس النهائيه في الهيدنز. ده بيساوي كنا قلنا عباره عن الواي ناقص الواي هات في الاف دوت اوف نت. الكلام ده هيتاخد ترانسبوز في مين؟ في الزد اللي هي عبارة عن الان في الاتش. ده أبعاده كام؟ ده أبعاده ان في او. لما أجيب لها ترانسبوز هتبقى عبارة عن او في ان. لما تضرب بان في اتش يطلع او في اتش. يبقى ده الجريدينت بتاع آخر لاير وده الجريدينت بتاع البريفيوس لاير. عايزين بقى نعمل الابديت رول هتبقى ال W نيو بتساوي ال W old ناقص خلي بالكوا دي كان فيها سالب دي كان فيها سالب برضو القانون اللي هو ده ال partial derivative او الجريدينت بتاع اخر layer ده كان فيه سالب اصلا ده في الاثبات اللي احنا اثبتناه. ال W new هتساوي ال W old ناقص الالفا في الجريدينت بتاع الجي بالنسبة لل W وهنا ال V new بتساوي ال V old ناقص الالفا في الجريدينت بتاع الجي بس بالنسبه لل V المره دي. هي دي الابديت رولز بتاعتنا بقى وخلاص عرفنا نحسب ده ازاي وده ازاي. لما نحط الاثنين دول على بعض مع الفورورد باس وده الباكورد باس ونحط دول كلهم في باكج واحده كل دول بيسموه الباك بروباجيشن الجوريزم. بيسموه الباك بروباجيشن الجوريزم. الباك بروبجيشن جاي تسميته منين؟ ان انا لما باجي اعمل ابديتس ببدا من الاخر للاول. انا كده خلصت الجزء الخاص باثبات الباك بروبجيشن الجوريزم. باذن الله المره الجايه هناخد الامبلمنتيشن بتاعه بس هنعمله بالبايثون بقى المره دي. يعني هعمل لايبرري كده عشان طبعا في عندي حاجات كتير ويعني هعمل عندي فورورد باس وباكورد باس وهحتاج اعمل زي كلاس كده وجواه دوال كتير فهعمله افضل بالبايثون. طبعا الكلام ده ينفع يتعمل بالماتلاب طبعا يعني ما فيهوش مشكله ولكن انا عايز اعمل شيفتنج للبايثون.